السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس إصلاح طابعة، وخصوصا طابعة الكانون بيكسما. إذن سبق لي أن قدمت فيديو عن هذه الطابعة وطريقة إصلاح اللمبة البرتقالية هنا التي تضيء. بعض الإخوان لم تصلح معهم هذه الطريقة، وأنا أيضا تعرضت، سأقدم بعض النصائح أيضا بالنسبة للمستعملة هذه الطابعات. إذا بالنسبة لهذه الطابعات يعني هناك أخطاء نرتكبها فنقوم بتعطيل أو إفساد هذه الطابعة، ومن الأخطاء الشائعة هي الحبر. إذا بالنسبة لطابعات الكانون، جميع طابعة الكانون دون استثناء لديها يعني الشركة، فهي تقوم ب لديها سيستم، يعني عندها واحد، عندها نظام يتعرف على عدد الأوراق التي طبعت بالنسبة للطابعة العادية، وعندها أيضا نظام للتعرف على الحبر المستعمل. إذا الخطأ الذي نرتكب هو الحبر، إذا حينما نقوم بتعبئة هذه الخزانات بحبر ليس هو المخصص لهذه الطابعة، فإننا نتعرض إلى عدة مشاكل. وهو المشكل الذي وقعت فيه أنا خصيصا، هو أنه لم تعد الطابعة تريد أن تطبع. إذا الآن مثلا كانت لا تطبع للأسود والأحمر، كنت أستخدم فقط الأصفر والأزرق، بعد ذلك لم تعد تطبع الأصفر بحكم أنني حاولت استغلالها أكثر ما يمكن. الآن تطبع فقط اللون الأزرق، والسبب في ذلك هو استعمال حبر ليس بالحبر المخصص لهذه الطابعة. إذن النصيحة التي سأنصح جميع مستعملين طابعة الكانون بيكسما هي: يجب استعمال، ولو أنه غالي، يجب استعمال الحبر المخصص لهذه الطابعة، وإلا فستتعطل الطابعة. هي لن تتعطل، ولكن لن تطبع لك شيئا مهما استعملت من أنواع الحبر، فهي لن تطبع لك شيئا. يجب أن تستعمل الحبر المخصص للكانون. هذه أول نصيحة يجب أن أنصحها إياكم. إذن بالنسبة للإخوان الذين تعرضوا لعطب اللمبة البرتقالية، إذا قدمت الطريقة الأولى، في حالة ما لم تنفع الطريقة الأولى فهذه الطريقة تأكدوا بأنها فعالة وفعالة جدا، لأنها أنا بالنسبة لي كنت قد يئست من هذه الطابعة وقلت بأنها لن تشتغل. وبعد استعمال الطريقة، وهذه الطريقة بكل بساطة هي تصفير هذه الطابعة وفرمتتها وإعادة إعدادة المصنع، يعني جميع المشاكل التي تقع في طابعة الكانون بيكسما سوف تحل. إذا لم تتمكن من إصلاح طابعة بهذه الطريقة، فاعلم بأن طابعتك لم تعد تصلح لأي شيء إلا لسلة المهملات. إذا سنحاول أن نبدأ بسم الله. إذا لاحظ كما تلاحظون فإن طابعتي الآن تشتغل بالرغم أنها لا تطبع جيدا، ولكن نحن نتحدث عن نظام الطابعة. هي الطابعة تشتغل، أنا لدي مشكل في رؤوس الطابعة. ده بالنسبة للإخوان، عديد من الإخوان، هناك من استفادوا بطبيعة الحال. هذا الفيديو قمت بتصويره باللغة الفرنسية، ولكن هناك مجموعة من الإخوان العرب لا يتقنون الفرنسية، وبالتالي وجدوا مشكلة في تتبع المراحل. الآن سوف أحاول إعادة نفس الفيديو باللغة العربية، وأتمنى أن أساعدكم وأن تحل جميع مشاكل هذه الطبيعة. إذن بطبيعة الحال سأحاول إطفاءها وتتبعون معي المراحل. هناك ما بالثلاث أربع مراحل، يعني سأقوم ليس كالمرة الأولى نضغط فقط على زر التشغيل والضغط خمس مرات. الآن ستلاحظون معي هناك أربع مراحل. المرحلة الأولى سوف نضع أصبع على مثلث الإلغاء، ثم أصبع الآخر على زر التشغيل،
أرفع الأصبع من مثلث الإلغاء وأضغط 5 مرات، 1، 2، 3، 4، 5. الآن لاحظوا معي، ليس هناك زر الويفي، فقط هناك زر التشغيل هو الذي يضيء ولا يشتغل وينطفئ، هو ثابت. الآن سأضغط على زر الإلغاء 5 مرات، 1، 2، 3، 4، 5. لاحظوا جيدا الآن الطبيعة، ثم سأضغط على زر التشغيل، الطبيعة ستخرج ورقة بيضاء. إذا ننتظر تقوم بعملية تنظيف الرؤوس. إذا المرحلة الأولى انتهت، قلنا الضغط على مثلث الإلغاء 5 مرات، يعني قل الضغط على مثلث الإلغاء، وضع الأصبع على زر التشغيل، أضع أبقي أصبع ضاغط على زر التشغيل وأضغط 5 مرات على مثلث الإلغاء، بعد ذلك أضغط على زر التشغيل. هذه المرحلة الأولى، نلاحظ بأن الطابعة أخرجت ورقة بيضاء، سوف تلاحظون ذلك عند القيام بهذه العملية. المرحلة الثانية سأقوم بنفس العملية، ولكن هذه المرة سأضغط فقط 3 مرات، 1، 2، 3، ثم زر التشغيل مرة أخرى. الآن سوف الطابعة ستطبع مجموعة من المعلومات، بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي لا يشتغل لدي اللون الأسود، فالورقة خرجت فارغة، ولكن بالنسبة لكم سوف تعطيكم مجموعة من المعلومات. ثم لاحظوا معي جيدا الطابعة، فهي زر الويفي منطفئ، زر تشغيل لا ينطفئ ويشتغل. إذن ماذا سأفعل؟ سأضغط على زر تشغيل مرة أخرى. الآن ستقوم الطابعة بضخ الحبر وعملية تنظيف مرة أخرى، ستستغرق بعض الوقت. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، وبعدها مبروك عليكم، تم إصلاح الطابعة. إذن كما تلاحظون الآن الطابعة ماذا؟ انطفأت. سأقوم بتشغيلها المرة الأخيرة، لاحظوا معي جيدا أخرجت ورقة أخرى بيضاء. إذن تم إصلاح الطابعة بنجاح، يعني أي مشكل، أي مشكل كيفما كان بالنسبة لطابعة الكانون بيكسما سوف يحل بهذه الطريقة. ولاحظوا اشتغل زر الويفي، ومبروك عليكم اشتغال طابعة من جديد. إذا إخواني أخواتي، أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الدرس. طبيعة الحال لا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم بالضغط على زر اللايك، تسجلوا في القناة وانصحوا أصدقائكم بالتسجيل فيها، تابعونا وشجعونا باللايكات وبالبارتاج، يعني اشتراك في القناة ومشاركة هذا المحتوى إذا كان مفيدا بالنسبة لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله مرة أخرى.